سلامتنا. والله يعني معذور صراحة، شارب لك قهوة واكل لك فطاير وعصير وفصفص وجح، خلاص من ذا ما هو بمعدة. يا عيال من اليوم ورايح ما حكشوت إلا مع بنات، شوف العيشة كيف في قلبك، مو زي كشتتنا رز محروق وفيله تراب. عقب هالشبعة تجي أحلى نوم. أبلش يا عيال، اللي فيه ذاك وش اسمه وين يسويه؟ المشكلة الحين حنا في وسط الشارع وحوالينا كلها بيوت. دبر نفسك يا بوي. غريبة، عامر ما قال لنا بيكشف اليوم؟ اي والله، والغريب اكثر ان ملابسه نظيفة وما شم ريحة حطب. طيب إذا مالي خاطر خذ بخاطر طيبتي حق. عشان هذه خنفسانه. الحمد لله والشكر، انا الحين كنت عقرب ولا داب، انا خنفسانه. ما تخوف فاتت. مطلع البحر. الو، ها وينك بالحلال؟ اخلص تعال، لو جاي مشي انا جيت اسرع منك. اسمع، زي ما تفهمت انا وياك تجي تصف جنبنا بالضبط. ايه جبت عدد سياكل يكفي؟ طيب اسمع جيب سكوتر، يمكن ما يعرفون يسوقون سياكل هذولي. يلا خلاص طس يا ابن الحلال. يلا خلاص يا بنت الحلال، تقطع جلد اسمك كثر ما تفركين ذا اليد. والله يا بنات لو انكم مكاني اللي تسوون اكثر. ياه ما كل ما تخيل هذا الموقف من هلمستني والله تجيني قشعريرة. صبي من زمان ودي اجرب، ايش رايكم بنات؟ يلا 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 مشينا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بكم الاجار؟ النص ساعه ب 100. لا 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 وش اللي النص ساعه ب 100؟ صح انت وجهك، هذول جيراننا اصدقائنا يعزون علينا. اقل من كذا خساره. اسمع بس مني، ايش فيك انت؟ كل واحدة عطها الساعة 180 ريال. يلا. لا يا ابوي، ما بحق شيلها وحطتها ودورتها في الشوارع. الحلال مشي عشان خاطري، عشان خاطري. إذا مو عشان شيء ترى عشان خاطرك. يا الله يا تركي، قاعد تحرجنا مرة. شكرا. شكرا لكم أنتم. أنت من وين جاي؟ من الكشتة. وين رايح؟ راجع للكشتة. وظهر من كل ذا المشوار؟ الكشتة قريبة، قطع الشارع. عجيب والله. كشتة بنات. وشو؟ بنين. بنبان. كشتتنا ببنبان. تعرفها يبا. كلنا كشتين ببنبان. هاي عامر. بطاقية. خلصت الكشتة. إيه خلصت. روح بيتكم. حمام حمام حمام. حمام. بمبان، إذا سألك أبوي قل له كاشتين ببمبان.